تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أيها مسجد الاسم ومسجد يقدر الله لجنوده، يقدر الله لعباده أن يكشفوا فصول المؤامرة، فتنكشف المؤامرة التي كنا نعرف من اللحظة الأولى أن العدو الصهيوني من يقف خلف اغتيال مازي، وتنكشف المؤامرة بالأسماء والوجوه والتفاصيل وكل شيء، لنقول للناس جميعاً هذا طريقنا وعلاقتنا مع الاحتلال، علاقة المواجهة وعلاقة القتال وعلاقة انهائه من أرضنا بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت دماء مازن على طريق كسر شوكة من أشواك العدو. لن تكون القدس إلا لنا كفلسطينيين، لن تكون القدس إلا للمسلمين، ولن تكون فلسطين إلا للمسلمين. هذه قناعتنا وهذه قضيتنا. فأين السامعون؟ أين السياسيون؟ وأين القادة؟ عندما نرى هذا الرجل الذي جاء على الأمة يسرق مالها ويتركها غارقة في خلافاتها ودمائها، أهذا هو حال الأمة الذي نريد؟ أهذا هو حال فلسطين قبلة المسلمين الأولى؟ أهذا مقام المسجد الأقصى في الأمة؟ نقول في رسالة واضحة لأبناء شعبنا اليوم، حتى لا نبقى ندور ونبحث عن حلول، لم يبقى مكان يتنازع عليه اثنان من أبناء الشعب الفلسطيني. تعالوا لنعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني بشكل واضح، المشروع الوطني الذي نعرفه الذي يتمثل في التالي: في إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين إلى حيثما أخرجوا، وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني. هذا هو المشروع الوطني الفلسطيني الذي بدأ من يوم أن أخذ شبر واحد من أرضنا. هذا هو المشروع الوطني، تعالوا لنتوحد عليه، تعالوا لنتشارك في سبيله، تعالوا لنضع أكفنا مع بعض، تعالوا لتلتحم بنادقنا مع بعض، تعالوا لنقض مضاجع الاحتلال، ليكف الاحتلال عن إرسال الرسائل المرفوضة. فلن نقبل أي تجديد للحصار، ويتحمل الاحتلال الصهيوني كل مفردات الحصار: الكهرباء والدواء والماء والبنية التحتية والإعمار. الاحتلال الصهيوني هو من يتحمل المسؤولية الأولى، وعليه أن يتحمل كل التبعات. هذه رسالتنا اليوم لأمتنا ولشعبنا وللاحتلال ولكل المراقبين: حتى لا تضيع فلسطين ولا يضيع القدس ولا تضيع القضية، ونحن هنا بدماء الشهداء ومن دمائهم ننطلق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، كما وحد صفنا وقوى عزمنا وارفع على قلوبنا. اللهم يا رب. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان